على حسام البدري ويخلي جماهير الاهلي اللي بتعشق ابو تريكه تشتم كابتن حسام البدري، وبسببها كابتن حسام البدري زعل ان جمهوره بيشتمه ومشي، والراجل ماشي كويس وكسبان 12 ماتش، والنهارده الماتش الاخير في الدور الاول هيكون حصد كل النقاط في الدور الاول كابتن حسام بدري، ولا انا غلطان؟ صحيح. وحصل ولا ما حصلش؟ بس